قعدت يعني الصبح بدلت ملابسي اجى الخط رحت للدوام، فأثناء الدخول للدوام يعني أراد الله جت سيارة مفخخة، دخلت أنا الدوام انفجرت ويا دخولنا. أعطت المرأة العراقية ما أعطت من فلذات الأكباد والأحبة من الأبناء والأخوة والأزواج، ليس هذا فحسب بل وقفت مع الرجال في ساحة الوغى، فمنهن من قضت نحبها كالبطلة أمية جبارة، ومنهن من توسمت بالجراح كالرائد البطل صابرين وردي. فلنسمع الحكاية. إني لرائد الجريح صابرين وردي أحمد من مواليد 1982، انتميت إلى الجيش العراقي بعد السقوط في 2004. كان دوامي بالوزارة مقر الوزارة ومطار مثنى. حياك الله سيادة الرائد، اليوم نريد نعرف يعني شلون كان دوامك وما هي المهام اللي تقومين بها، هل أنت على التفتيش أم هناك واجبات قتالية؟ لا مو واجبات قتالية، أنا كنت على التفتيش وكنت يعني داومت فترة يعني بالقلم وبغرفة العمليات، فكانت يعني واجباتنا يعني مو محددة بشيء واحد، أكثر من يعني شغلة، فأنا أكثر شيء يعني اللي صرت بيه إنه على الخط أخط البوسترات، فخلاني آخر شيء بغرفة العمليات، وكنت يعني بالوزارة أروح على التفتيش بالمرآة يعني بالعجلات وبالمطار. اذا تعددت المهام فيما يخص عملك وهذا جيد، يعني هذا دلاله على اكتساب الخبره الكثيره. سياده الرائد، اليوم نريد نتحدث عن تاريخ اصابتك وما هي الجروح التي توسمتي بها. بيوم 2/3/2005 قعدت يعني الصبح بدلت ملابسي اجى الخط رحت للدوام، فأثناء الدخول للدوام يعني أراد الله جت سيارة مفخخة، دخلت أنا الدوام انفجرت ويا دخولنا. من ما أدى يعني فورا يعني رأس إصاباتي يعني كان شديدة، انبترت رجلي اليسرى وبعدين إصاباتي هواي، نقلوني أول شيء المستشفى اليرموك، يعني نقول بس إسعافات أولية، بعدها نقلوني بمستشفى ابن سينا، كانت المشرفة هناك قوات الصديقة، فظليت بالمستشفى تقريبا شهرين ونص علاج، بعدها طلعت يعني نقاها وركبت الطرف الصناعي. سيارة الرائد، يعني هذا المكان اللي كنت تعملين به في مطار مثنى كان يتعرض الكثير من الهجمات، يعني انت قبلها ايضا كانت احدى زميلاتك مصوبة في نفس المكان، يعني ما كانت ردة فعل عندك انه في يوم تصوبين او تستشهدين؟ يعني احنا كان يعني شوية نوع من التردد او بالهاي، بس بعدين لا يعني ما شفنا شيء قبالنا، قوة عزيمتنا ويعني قلنا يعني الله سبحانه وتعالى شنو يكتب لنا يصير، بعد هو برادة رب العالمين ونعم بالله. طيب سيادة الرائد، كل جريح بما فيهم انا عند الإصابة يعني يجي على باله كثير من الأمور، ربما الأم، الوالد، الزوج، الأهل، شنو أول شيء فكرتي به قبل أن تفقدين الوعي؟ بصراحة أنا رأسا فقدت الوعي. نعم. يعني أنا حتى اليوم بيومها ما أتذكر يعني حتى الصبح شنو صار شنو طلعت، يعني والدتي الله يرحمها كانت هي تذكرني، بس تقريبا بعد شهر ونص استعادت الوعي بعد الغيبوبة. يعني غيبوبة شهر ونص؟ اي تقريبا ظل شهر ونص غيبوبة، فأول ما فتحت عيني سألت على رجلي، يعني ظلت أتلمس أريد أعرف يعني شنو اللي صار بي، أنا عرفت أنه أنا تصوبت وصار بي شيء خطر، فأول ما صحيت يعني ظلت أتلمس، كنت حكي ما أقدر أحكي، تنفس ما أقدر، يعني كانوا فاتحين لي منها فتحة للتنفس وفكي كان مكسور فكله رابطي، يعني ما أقدر أحكي. من بعد الشهرين يلا قدرت أحكي، بس أول شيء اللي من فتحت عيوني سألت على رجلي. شنو كانت ردة فعلك من عرفتي رجلك مبتورة؟ والله يعني شعور كلش صعب، يعني أنا كنت رياضية
بطلة بالركض والجمناستيك. فيعني من صحيت وعرفت انه اهم شيء بالنسبة لي اللي شلون يعني كنت اتصورك يعني انه يعني بعد حياتي بيه مستقبلي بيه يعني انتهى. فيعني كان شعور كلش صعب. اكيد. لكن انت شو تشوفين اليوم بعد الإصابة انه حياتك انتهت توقفت عند نقطة ما؟ لا يعني انا الحمد لله من المستشفى بديت اقوي عزيمتي انه الله سبحانه وتعالى كتب لي هذا الشيء، والله سبحانه وتعالى كل شيء يصير الا بإرادة. فاني قلت يعني ما دام الله سبحانه وتعالى ما استشهدت فاكو فد شيء يعني اللي الله بقاني على عنموده. فاني قلت ما ايس يعني ابقى يعني اثابر واكمل حياتي. الحمد لله. شنو اللي حققتيه بعد الاصابه من جانب الدراسه والرياضه؟ انت كنت رياضيه قبل الاصابه، بعد الاصابه ما قررت انه ما ينتهي مشواري بالرياضه، اكمل. رجعت نادي للمعوقين اسمه نادي الذره، انتميت اليه، صرت مباشره يعني لاعبه العاب قوى، بعدها صرت لاعبه تنس ولعبت منتدئه. الحمد لله بالالعاب القوى حققت انجازين، فضيه ونحاسيه، وبالبطوله التنس فضيه. ما شاء الله. طيب والجانب الدراسي انه انت بعد الاصابه ايضا اكملتي الدبلوم؟ نعم. كان عندي بس اعداديه، قررت ارجع انه اكمل الدبلوم. فالحمد لله داومت بمعهد اسلامي العلوم الاسلاميه كمان السنتين، الحمد لله معدل جيد جدا. طيب هذا جانب. الجانب الاخر انه انت حياتك اليوم تقضيها مع بناتك وزوجك، هل هي الحياه طبيعيه اعتياديه ام تحسين انه فد يعني شيء يعيقك من خلال الحركه، او انه الحياه مستمره؟ هي الحياه مستمره رغم صعوباتها ورغم آلامها بس مستمره. بس مع ذلك احنا يعني بالاراده الحمد لله والشكر نتخطى كل الصعوبات. يعني أنا الحمد لله بالبيت أنا وحدي، والله يعني ما عندي أحد وياي، بس الحمد لله يعني وحدي، أطفال يعني الحمد لله والشكر. يعني أنا حتى تزوجت يعني بعد الإصابة. كان له دور بحياتك وباستمرارك بالعطاء؟ طبعا إيه. أنا يعني حتى زوجي التقيت به بالنادي، يعني هو هم لاعب كان وأنا لاعبة. إذن هذه قصة حب. إذن بس قصتكم يعني عجيبة ومختلفة، يعني جمعتكم الرياضة وجمعتكم الجراح، شلون صار التوافق وشلون التقيتوا وشلون صار قصة الحب وزوجته؟ أحكي لك عن قصة حياتي أنا وزوجتي صابرين، اللي هي صارت عن علاقة حب. يعني بصراحة أنا لاعب منتخب وطني مبارزة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتعرف احنا قاعات عندنا قاعات اكو قاعات مغلقة وقاعات التنس، هي يعني بوقتها كانت لاعب التنس قاعات مفتوحة، فتصير دائما اللمة الحلوة القعدة الحلوة بين اللاعبين واللاعبات بوقت الغداء بوقت الريوق اثناء التمرين، تصبح بوجهة تشوف الظهور مدري شنو. فاثناء هاي الفترة انا بصراحة انعجبت بيها، بس شنو من بعيد البعيد حاولت يعني انه ردت اوصل لها وهاي جهد امكاني. الموضوع مو سهل يعني صعب، يعني يراد لك يعني تجازف اكو شغلات مجازفه، فمن ضمن المجازفات انه الجنطه مالتها رياضيه جبت لها بوقتها نسات له هاي الشغلات خليت لي زين، فهي بوقتها يعني تفاجات يعني من شافت النسات ما تدري اي، فكانت ردت فعل انه راح اتوقعها من عندها يعني قويه بصراحه، بس الحمد لله والشكر عدت على خير. يعني كان اكو اعجاب ايضا من الطرف الاخر. الحمد لله. اذا هذه يعني رساله محبه. اي طبعا. الحمد لله. نعم. فصار النساتل بدايتها بنسل ازين. في النساتل ووراها صار حكي، وقلت لها يعني انا معجب بيك وبشخصيتك وانت انسانه مثابره وهاي، بس انا يعني ما اعرف انه بوقتها انه هي كانت جريحه وهاي. نعم. انه هي عسكريه وجريحه وهاي، يعني ما اعرف هذا الموضوع بصراحه. وبس بعدين صارت علاقه بيناتنا حب ووفاء، وفاء حقيقي. الحمد لله. زين. وقلت لها انا اريدك واريدك بالحلال وجايك من الباب ما ادري شنو. زين. لانه بصراحه يعني اني دائما رسالتي لكل المعوقين انه
الشخص المعوق ياخذ انسانه تفهمه معوقه، سواء جريحه او من جماعه ضحايا الارهاب او المعوقين المدنيين ذوي الاحتياجات الخاصه، انه اكو تفاهم بيناتهم، اكو تنسيق بيناتهم. يعني انا افهم حالتها، هي تفهم حالتي، راح تمشي الحياه، يعني القافله راح تمشي، راح يكون مسيرها دائم. واكيد اهم شيء الاساس الحب، يعني انت طبعاً هو التوافق كان له دور وثمره التوافق سالي وغدير. فعلا سالي وغدير عندك الحمد لله. اي يعني عندي غدير وسالي الحمد لله. الله يحفظهم. حياتكم الان شلون يعني؟ والله حياتنا يعني الحمد لله والشكر حياه طبيعيه، رغم كل الصعوبات. احنا ماكو شيء ان شاء الله يكون صعب عند المعوقين، واحنا ماكو شيء اسمه معوق، اكو شيء اسمه العوق بالعقل. يعني انا احكي لك عن نفسي، يعني انا موظف في وزاره الصحه، رئيس قسم الاي ان تي، قسم الانفذ والحنجره، مستشفى الكاظميه التعليمي، وعضو مجلس اداره مؤسسه صوت المعوق العراقي، وناشط مدني واعلامي هم بنفس الوقت، ما شاء الله جهه اعلاميه. زين احنا دائما يعني رسالتنا اللي هي نثقف بها المجتمع العراقي، حتى من يشوف المعوق ما يقول عليه هذا معوق، يقول عليه انه هذا انسان بطل، من الابطال اللي موجودين، اللي ضحوا مثلك ومثل امثالك الطيبه، اللي ضحت للوطن، ضحت بالغالي والنفيس صراحه. يعني انا اريد اسالك هذا السؤال. اليوم الكل يتغنى بالجيش العراقي والمؤسسه العسكريه، وانت باخذ بطله من ابطال الجيش العراقي وتوسمت بالجراح، انت فرحان بهذا الشيء، وش تحب تقول لها من رساله؟ والله اني دائما اني رسالتي لها اللي هي اثناء الحب اللي صار بيناتنا وبعد الحب، قلت لها اني وياك للموت، الاخر نفس بحياتي، انه اني اكون سند لك. ولو هي ما قالت لي انا عسكريه ورا ما الا خطبنا وين يلا حكيت انه هي قالت عسكريه، فكانت ردت فعل عندها، يعني انه الموقف صعب وهاي. قلت لها لا بالعكس، هذا يزيدني شرف، هذا وسام اشيله على راسي، انه انت انسانه جريحه وقدمتي للبلد ما قدمتي زين، يعني وهذا فد شيء انجاز حقيقي بصراحه. بس نتمنى من كل الجهات المعنيه، من دوله رئيس الوزراء، من السيد وزير الدفاع، انه تكون فد التفاته حقيقيه لخدمه اخوانهم في المؤسسه العسكريه ولجميع الاخوان الجرحى ضباط ومراتب. نتمنى يعني دائما يكون تواصل دائم معاهم في تلبية كل احتياجاتهم اللي يحتاجوها بحياتهم اليومية. إن شاء الله يا رب، والله يديم الحب والمحبة والسلام بيناتكم. الله يحفظك يا طيب. سيادة الرائد، يعني أنت فقدتي الساق اليسرى، وبعد أيضا توسمتي بجراح أخرى. عندي كسر بالفك وشرايا بالأذن، عندي أذن القصة تأثرت، ووجهي يعني همين شفتي، وهاي همين يعني، وإصابات بإيدي اثنين هم كسر، ورجلي الثانية همين العفو كسر، وشظايا يعني اقتلعت اللحم، وعندي العظم الأخير بدلوه همين عظم الساق الأخير، عظم الكعب عفوا هم بدلوه، ويعني من غير الحروق والشظايا اللي لحد الآن، لحد يعني قبل شهرين تقريبا أنا شظية سويت عملية وطلعت شظية. الحمد لله، أنار الله حياتك وآخرتك بهذه الجراح. سيادة الرائد، أريد رسالة لجرحانا وحتى تصل إلى قلوب العراقيين، بأنه أنت مرأة ومقاتلة وبطلة. قبل الإصابة كنت مقاتلة وبطلة، وبعد الإصابة تحديت الحياة ومارست الرياضة ومارست حياتك بصورة طبيعية، بكل فخر واعتزاز لك ولنا. رسالتي أنا مو بس يعني أخص بها الجرحى، أخص بها كل الناس. الإنسان من يواجه صعوبات المفروض يكون قوي ويتحداها بإيمانه وبقوته، لأن الحياة بالصعوبات وبالفرح مستمرة، فإحنا ليش نوقفها بالحزن يعني ونأذي نفسنا ومشاعرنا وتعب نفسيتنا؟ لا والله بالعكس، أتحدى إصابتي، وأنا الحمد لله والشكر ألف الحمد لله. يعني أنا حتى أهلي والأقاربي والناس المقربين كلهم يعني يقولون أنت فخر لنا، يعني أنت تخلينا نتعلم معنى الصبر وشون نواجه الحياة بالإيمان والقوة. ساعة
الصابرين كانت فعلا من الصابرين، فبإرادتها تحدت إصابتها فأصبحت مصدر إلهام لكل امرأة عراقية ولكل مقاتل غيور.